يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا أم دليلة ومروان. الأم يعني كل الأشعار اتكتبت في حب الأم، وكل أفلام السينما خلدت الأم في رسائل كبيرة جدا. الأم لو قعدنا نتكلم عليها من هنا لبعد بكرة محدش يعني هيوفي حقها. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، زي ما قال حافظ إبراهيم. الموسيقار العظيم بيتهوفن قال إيه؟ قال إن أرق الألحان وأعذب الأنغام لا يعزفها إلا قلب الأم. قلب الأم هي اللي بتعزف أرق الألحان وأعذب الأنغام. الأم كل البيوت مظلمة حتى تستيقظ الأم، المقولة المشهورة المعروفة. الأم لو قعدنا نتكلم عليها من هنا لبعد بكرة مش هنوفيها حقها، لأن هي فعلا هي اللي شالت، هي اللي ربت، هي اللي علمت، هي 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 هي. في عيد الأم وجه لنا رسالة لوالدتك، تقول لها إيه؟ احكي لنا عن موقف تقول من خلاله فعلا إن هذه الأم قدرت إنها تربي وقدرت إنها تعلم وقدرت إنها تكبر، وتقول بالفعل إنها ست عظيمة. تقولي إيه يا منى؟ أول كل سنة وأنت طيبة يا أمي. بس هقول لك على حاجه، انا عندي وجهه نظر، يعني احنا انا عن نفسي مش هعرف الاقي موقف معين لامي اقدر اقول من خلاله ست عظيمه، لكن اقدر اقول انها ست عظيمه عشان هي امي، وعشان هي ربنا يخليها ويبارك فيها. هي شخصيه في حد ذاتها شخصيه كويسه جدا، عظيمه، حموله، معطاءه، كل الحاجات اللطيفه بتاعت الامهات دي انا ازعم انها موجوده عند امي بزياده. او ده احساسي، معرفش، كل واحد يمكن يبقى حاسس كده، بس انا مش هقدر اقول بقى هي اللي كانت بتسهر هي كل الحاجات دي الامهات بتعملها عادي، لكن انا شايفه انها عظيمه عشان هي عظيمه. ربنا يبارك فيها وفي صحتها ويساعدها انها تفضل تساعدني على طول وتساعد ولادي كمان. يا رب دايما، يا رب دايما. بس ما عنديش حاجه ثانيه. انت يا مصطفى؟ انا امي ست عظيمه جدا. امي كانت بتشتغل في مصر للطيران لغايه الساعه 2 الظهر، ترجع تطبخ، وبعد ما تطبخ تقعد تذاكر لنا واحد واحد. ما خدناش دروس دي غير في ثانويه عامه. يعني احنا الحمد لله ثلاثه اولاد، كل واحد فينا الحمد لله يعني مهم في مكانه، مش هقدر اقول غير كده. كبير في مكانه. الام لغايه دلوقتي، احنا حتى الان يعني شوفي هي كبرت ما شاء الله عليها فوق ال70، بس مش ستات بتوصل ل70، كل الستات بتتوقف عند سن ال50 او ال40 وبعدها بتزداد خبره وجمال. طبعا حتى الان احنا في فلكها بندور، لغايه لحظتنا دي احنا يعني هي اللي تكلمنا، هي اللي تسال علينا، هي اللي تطمن علينا. مهما نروح ونيجي تبقى عندنا مشاكلنا، المفروض احنا نبقى مهمومين بيها وبنبقى مهمومين بيها، بس هي دايما اللي بتبادر، وهي اللي بتحتوي كل المشاكل، وهي العمود الفقري. بس انا ما اقدرش اعمل كده يا مصطفى، انا ما اقدرش اقول لها انا عندي مشكله الكذا، انا بأشفق عليها، يعني ما اقدرش اعمل كده دلوقتي. بالعكس، لو عندي مشكله بقى يا اما بقى متعصبه شويتين وخلاص، يا اما بكتب جوه نفسي، لكن انا ما اقدرش دلوقتي ازود عليها حمل ان انا اقول لها انا عندي مشكله الكذا ويلا نتناقش ويلا نفكر. انا هفكر شويه وهوصل لحل، او مش هوصل واحسبها كده وخلاص، لكن امي هتفضل قاعده وتفكر وتعيد وتزيد وتفكر وتشوف حلول وحلول بديله، وتبقى حاسه ان مسؤوليتها انها تحلها، حتى لو هي الموضوع مثلا في الشغل مثلا. أي. فانا اشفق عليها ان انا احطها في هذا الموقف دلوقتي. ما بقتش ما تقوليلهاش اي مشكلة. لا ما بقتش عنك. والله هي اللي بتسال علينا وبتطمن علينا، ربنا يخليها لنا يا رب ويحميها يعني هي فعلا وجودها في حياتنا بركه، هي كمان اللي لما الدنيا كلها. هي كمان امي اكبر اخواتها، فهي كمان مش امنا بس، هي ام لاخواتها كلها. فلا، امي ست عظيمه جدا جدا وست حكيمه جدا. ربنا يبارك لنا فيك يا امي ويخليكي لينا ويطول في عمرك، احنا عايشين في بركتك، يعني ما اقدرش نقول غير كده ابدا. ربنا يبارك في صحتها وفي عمرها، ربنا يبارك في صحه امي وفي عمرها، وربنا يبارك في صحه كل الامهات، وربنا يرحم الامهات اللي مش موجودين دلوقتي. انتوا اكيد موجودين وعايشين جوه قلوب ولادكم، اللي اكيد دلوقتي انتوا بتبقوا سعداء انكم بتدعوا لامهاتكم وبتبروهم في عيد الام، سواء للي موجود وموجود معانا او للي مش موجود. ما ينفعش ننسى ابدا ان احنا في عيد الام نعيد على كل الامهات ونسلم عليهم ونصبح عليهم ونشكرهم على اللي هم عملوه معانا. يعني صباح الخير يا مولاتي. صباح الخير يا مولاتي، وصباح الخير يا مصر.